الاخبار؟ أربعة ستة 2012 اطلاقنا من رشاشات ثقيلة، قصف مدفعية على البيوت، مدنيين. قصف بالهواء المدفعية على البلدة، قصف متواصل من 5 ساعات. الله أكبر، الله أكبر. جامع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه 4/6/2012. هذا المسجد وجه الكلام إلى شاهد الزور، إلى الدكتور البوطي. أنت يا من جئت إلى حمص المرات الكثيرة والكثيرة، وزرت حمص وزرت هذا المسجد وخطبت فيه مرات ومرات، تعال انظر إلى هذا المسجد كم تعرض إلى القصف. في الوقت الذي كان يخطب فيه بشار الأسد في الساعة 12 كان القصف يستهدف جامع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. أنت يا شاهد الزور يا دكتور البوطي يلي تقول نحن نحكم بالظاهر، الشيخ وصف المسدي كنت تأتي وتزوره، كنت تأتي إلى حمص من أجل لقيمات، لماذا لا تأتي إلى حمص وترى على أرض على الظاهر؟ أنت تحكم بالظاهر، تعال إلى حمص، تعال إلى حمص وانظر إلى جامع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. هذه شهادة الزور يكفيك. انظر 90% من مساجد حمص هدمت وأصيب، تعال انظر، أنت تحكم بالظاهر، تعال انظر واحكم على الظاهر. هؤلاء يستهدفون جامع سيدنا خالد بالذات لأنهم يتقمون منه، وكأنهم يقولون له لماذا حاربت فارس وحررت هذه البلاد من الفرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك ويعدك ويردك إلى الحق. نعم هذا هو جامع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، لكنه قائم بإذن الله سبحانه وتعالى.